الانتنسيف الترانزيتيف والانترانزيتيف فيرب. طبعا الفرق ما بين الانتنسيف والاكستنسيف اخذناه، والان ننتقل الى الترانزيتيف والانترانزيتيف. الترانزيتيف فيرب والانترانزيتيف فيرب، الفعل اللازم والفعل المتعدي. الانترانزيتيف فيرب اللي هو يسمونه الفعل اللازم does not have an object، ما يحتوي على object، ماكو مفعول به. الآن هو الفعل الذي لا يأخذ مفعول به، ما يأخذ وراء مفعول به. طيب شي يجي وراء لعد؟ ما يجي وراء أي شيء، أو ممكن يجي وراء ظرف، ظرف مكان، ظرف زمان، مو مشكلة. مثلا he slept اللي هي فاعل، slept فعل ماضي انتهى. أكو مفعول به هنا؟ ما عندي مفعول به، إذن هذا الفعل اللي هو slept هذا انترانزيتيف. ليش انترانزيتيف؟ لأن ما أخذ مفعول به. He slept in the hall، نام في القاعة، نام في القاعة. He slept in the hall، نام في القاعة، لا يحتوي على مفعول به. ممكن واحد يقول لك زين أستاذ، أستاذ محمد إحنا مو عندنا in the hall، هذه ظرف، هذه مو مفعول به. المفعول به لازم يكون اسم، لازم أقول مثلا I eat an apple، أنا كلت تفاحة. I ate apple، أنا كلت تفاحة، an apple. إذن هاي تفاحة مفعول به اسم. حلو، الآن ننتقل إلى جملة أخرى وهي slept في طفلي. الآن هذا أيضا ظرف، شلون عرفتها؟ الان بي ال واي. مرة أخرى الانترانزيتيف فيرب الفعل اللازم هو الفعل اللي ما يأخذ وعده مفعول به. طيب شي يجي وراء؟ ممكن يجي ظرف، ممكن ما يجي وراء إيش. هي slept، وين مفعول به؟ ما عندي مفعول به. هي slept in the hall، وين المفعول به؟ ما عندي مفعول. He slept fitfully، وين المفعول به؟ ما عندي مفعول به. In the hall fitfully، كلها هذه ظروف. طيب ناخذ اللي transitive verb، شنو يعني الفعل المتعدي؟ الفعل المتعدي هو الفعل الذي يأخذ مفعول به، يعني يجي وراء اسم أو ضمير، مو مشكلة لأن الاسم هو نفسه ضمير. يعني it is the one that used with an object، إذا يستخدم مع المفعول به ويكون ناون أو ضمير، يكون ناون أو ضمير. I help علي، أنا ساعدت علي. I أني فاعل، help فعل، علي مفعول به. أنا ساعدت علي، أنا فاعل، help فعل، علي مفعول به. الآن I help him، أنا ساعدته. She reads a story، تقرأ قصة. فتاة she reads فعل، وستوري مفعول به، فعل وفاعل مفعول به. إذن هذا هو الترانزيتيف. وعدنا أيضا أمثلة أخرى على هذا الموضوع. Could you move your car؟ الموف هنا الفعل مالتي، شنو نوعه؟ نوعه ترانزيتيف فيرب. يا ليش ترانزيتيف فيرب؟ لأنه أخذ بعده مفعول به اللي هو your car، هذا مفعول به. وموفينج in the breeze، موفينج in إن. الآن بما أنه أنا عندي جار ومجرور، إذن راح أقول على هذه الجملة، على هذا الفعل اللي هو moving، we were moving، هذا intransitive verb، هذا intransitive verb، intransitive verb. هذا هو الفعل اللازم وهذا هو الفعل المتعدي. طيب